السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، معكم مستر إبراهيم السيد. إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح مادة الساينس اللي ابتدأناها مع بعض. النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس نمبر 4، وهو بعنوان ماجنتيزم أند إلكتريستي، يعني المغناطيسية والكهربية. من عنوان الدرس كده واضح إن في علاقة عندي بين المغناطيسية المغناطيس وبين الكهرباء إلكتريستي. يبقى الدرس ده جزئين يا شباب، جزء هناخده عن ازاي عن طريق التيار الكهربي اقدر اولد او اعمل مغناطيس، وازاي عن طريق الكهرباء عن طريق المغناطيس اقدر اولد تيار كهربا. يبقى هو ده عنوان الدرس. طيب تعالوا كده نبدا الدرس. بيقول لك وي نو ذات، نحن نعلم ان there is a relation between temperature and light، احنا عارفين ان في علاقه عندنا بين درجه الحراره وبين الضوء. also ايضا there is a relation between، يوجد علاقة أيضا بين magnetism and electricity، بين المغناطيس والكهرباء أو بين المغناطيسية والكهربائية. where there is، أين هي؟ متمثلة في حاجتين اتنين. number one يقول لك a magnetic effect of the electric current. electric current ده اللي هو التيار الكهربي. يبقى عن طريق التيار الكهربي ده هو أقدر أولد قوة مغناطيسية أو تأثير مغناطيسي. a magnetic effect، ماشي، يبقى اقدر اولد مغناطيس او اعمل مغناطيس باستخدام الكهرباء. نمبر 2 ان الكتريك افكت اوف ذا ماجنت، اقدر ان انا باستخدام المغناطيس اقدر ان انا اولد الكتريك كهرباء. تعالوا كده نبتدي مع بعض بنمبر 1. يقول لك ذا ماجنتيك افكت اوف ذا الكتريك، الاثر المغناطيسي للتيار الكهربي او التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي. بيقول لك زي الكتريك كارنت كان جينيريت ا ماجنتيك فيلد، يعني بيقول لك ان التيار الكهربي الكتريك كارنت كان جينيريت ا ماجنتيك فيلد، يستطيع ان هو يعمل لي مجال مغناطيسي، بيولد لي مجال مغناطيسي. جينيريت دي يولد او ينتج عنه مجال مغناطيسي. تعالوا كده ناخد الاكتيفيتي نمبر 1. بيقول لك تو شو ذا ماجنتيك افكت اوف ذا الكتريك كارنت، هناخد الاثر المغناطيسي للتيار الكهربي. تو بروف ذات ذا الكتريك كارنت كان جينيريت ا ماجنتيك فيلد، ازاي عن طريق التيار الكهربي اقدر اولد مجال مغناطيس. الماتيريالز، الادوات او المواد اللي هستخدمها، بص معايا كده على الفيج نمبر 1. الشكل الاولاني عندك ده عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن بطاريه، وعباره عن وايرز اسلاك، وعباره عن كومباس. الكومباس ديت اللي هي بوصله، قدامك هي بوصله. طيب تعالى كده نشوف بقى بعد ما وصلنا، نشوف البيانات اللي على الرسم. يبقى انا عندي كومباس اللي هي البوصله اللي قدامك دي، في عندي باتري اللي هي البطاريه دي بتبقى الكبيره اللي قدامنا دي، في عندي دي هتبقى مصدر التيار الكهربي اللي هيخرج منها الكهرباء، وعندي انسوليتد واير اللي هي سلك معزول. انسوليتد ديت يعني معزول، واير يعني سلك. عندي الانفرنس، انفرنس بقى اللي هو الكونكلوجن يعني الاستنتاج. لما جيت بص معايا كده، لما جيت اوصل السلكين بالبطاريه اهو متوصلين هنا كده، هنا ما كناش لسه وصلنا في الشكل الاولاني، لسه ما كناش وصلنا السلكين الطرفين بالبطاريه. بص هنا لما جينا نوصل بقى السلكين بالبطاريه، لاحظنا ان ابره البوصله دهيت الكومباس دي بتاعه البوصله دي اللي هي النيدل بتاعه الكومباس، لانها عماله تتحرك رايحه جايه رايحه جايه، عماله تتحرك كده. هنا ما كانتش بتتحرك، هنا كانت ثابته. مؤشر البوصله هنا، نيدل بتاعه البوصله ثابت، لان مفيش تيار كهربي. بمجرد ما وصلت التيار الكهربي في الشكل التاني ده، وجدت ان النيدل بتاعه البوصله عماله تتحرك، يبقى اذا في حاجه حصلت. طيب اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اول ما وصلت التيار الكهربي، التيار الكهربي مشي في السلك، في الواير اللي قدامنا ده. فلما التيار الكهربي مشي في السلك، تولد حوالين السلك مجال مغناطيسي، تولد حوالين السلك ايه؟ ماجنتيك فيلد، مجال مغناطيسي. يبقى اذا بمجرد ما التيار الكهربي يمر في السلك، بيتولد حوالين السلك ايه؟ مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده هو اللي خلى ابره البوصله تقعد تتحرك. يبقى اذا الانفرنس الاستنتاج بيقول لك ذا الكتريك كارنت، التيار الكهربي هاز ا ماجنتيك افكت، بيأثر. Where is generated a magnetic field؟ عن طريق ان هو بيولد لي مجال مغناطيسي، اللي هي magnetism can be gained by electricity، يعني المغناطيسية ماشي تكتسب عن طريق الكهرباء او بواسطة الكهرباء. Generating the magnetic، بيولد لي generating دي بيولد magnetic field، مجال مغناطيسي، by using
the electric current استخدام التيار الكهربي is the idea of making the electromagnet. الكترومغنت ديت اللي هي المغناطيس كهربي. بيقول لك ان توليد المغناطيس المجال المغناطيسي باستخدام الكهرباء دي فكرة عمل المغناطيس الكهربي اللي هو الالكترومغنت. تعالوا كده ندخل في جزء جديد. بيقول لك ذا الكترومغنت، ايه هو المغناطيس الكهربي ده؟ المغناطيس الكهربي it is the magnet which is made by electricity. يعني المغناطيس الكهربي هو المغناطيس الذي يصنع او يعتمد على او بيشتغل به الكهرباء electricity. يبقى هو كل شغله قايم على الكهرباء، ومجرد ما يمر تيار كهربي يبقى فيه مغناطيس، فيه ماجنتيزم. عندي it is structure تركيبه بقى الالكترومغنت المغناطيس الكهربي. الاستراكشر بتاعه ايه؟ بيكون من ايه؟ it is made up of a copper wire يعني من سلك نحاس، كويلينج ملفوف الراوند حول ابار اوف رود ايرون. يعني بيتكون من سلك نحاس كويلينج ملفوف الراوند حول ابار قضيب اوف رود ايرون يعني من الحديد المطاوع، رود يعني مطاوع ماشي اللي هو بتعادل كلمة soft. and this wire has a silk is connected to a battery يعني هيتوصل بايه؟ ببطارية. يبقى اذا تركيب الالكترومغنت تركيب المغناطيس الكهربي انه بيتكون من سلك نحاس ملفوف حوالين قضيب او مسمار من الحديد المطاوع اللي هو الروت اير. بمجرد ما التيار الكهربي يتوصل وبعد كده نوصل التيار الكهربي بالبطارية يعمل لنا الالكترومغنت ده. طيب عندي بقى it is idea of working فكرة عمله، بيشتغل ازاي المغناطيس الكهربي ده؟ when the electric current لما التيار الكهربي passes through يمر خلال the wire السلك the bar of the wrought iron اللي هو بتاع الحديد المطاوع ده، هو قضيب الحديد المطاوع works as يعمل مثل او يعمل عمل a magnet المغناطيس، يشتغل زي اكنه مغناطيس بالظبط، المسمار اتقلب للمغناطيس. يبقى بمجرد ما التيار الكهربي بيمر باص ثرو واير يمر في السلك تلاقي ان حته الحديد ده المطوع ده اهي قضيب الحديد المطوع ده اهو اتقلبت بقت مغناطيس. سو لذلك ذا الكترومغنت المغناطيس الكهربي كونفرتس يحول ذا الكتريك الكهرباء الكتريك انرجي الطاقه الكهربيه into magnetic energy الى طاقه مغناطيسيه. يبقى المغناطيس الكهربي بيحول لي الكهرباء الى مغناطيس. طيب تعالوا كده ندخل في الاكتيفيتي نمبر 2. بيقول لك to show the idea of working of the electromagnet ده بيوضح ازاي المغناطيس الكهربي بيعمل. تعالوا كده ناخد الماتيريالز. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احنا هنجيب دراي باتري اللي هي بطاريه جافه اللي هو حجر زي بتاع الريموت كده، هنجيب كبر واير اللي هو هنجيب سلك نحاس، وهنجيب روت ايرن نيل مسمار من الحديد المطاوع، وهنجيب بيبر كليبس اللي هي مشابك ورق. هنعمل ايه؟ اول حاجة بعد ما هنعمل هنلف السلك حوالين الروت ايرن نيل حوالين المسمار بالشكل ده كده في شكل ملف، نوصل طرفين السلك بالحجارة بالشكل ده كده بالعمود الجاف، وبعد كده نيجي نقرب المسمار من مشابك الورق نجد ان مشابك الورق انجذبت للمسمار. شفت كده شبك فيها البيبر كليبس انجذبت حصل اتراكت. بمجرد ما افصل الكهرباء عنه بص كده نلاقي ان مشابك الورق وقعت سقطت بعد ما كانت هنا لازقه فيه، نلاقيها ان هي سقطت هنا المسمار عادي من غير اي سلوك عليه. قال لك خلاص ما بيجذبش حاجه، لكن لما نلف عليه سلك ونوصله بتيار كهربي يجذب المواد المغناطيسيه. يبقى اذا هي فكرته ان هو بمجرد ما يمر التيار الكهربي في سلك المسمار يتحول لمغناطيس، تشيل عنه التيار الكهربي تفصله عنه يرجع تاني مسمار زي ما هو ما يجذبش اي حاجه. طيب يبقى اذا الانفرنس الاستنتاج بقى الكونكلوجن بيقول لك when an electric current passes through a coil winding around a wrought iron bar لما التيار الكهربي بيمر في ملف من السلك ملفوف حوالين قضيب من الحديد المطاوع the iron bar قضيب الحديد ده او مسمار الحديد ده becomes يصبح a temporary magnet يصبح مغناطيس مؤقت. وحط 600 خط تحت كلمة temporary magnet دي اللي هي المغناطيس المؤقت، لان دي دايما تجي لك complete في الامتحان اكمل
الايرون بار ده بيقامز بيصبح ايه تيمبوري ماجنت، يعني مغناطيس مؤقت، يعني ما هوش مغناطيس دائم، لا هو مؤقت. ليه مؤقت؟ لان بمجرد ما بفصل عنه الكهرباء بيرجع تاني مسمار. طيب ذات سكولد ده هذا يسمى بقى ايه؟ الكترو ماجنت، يعني المغناطيس الكهربي. طيب تعالوا كده ناخد ملحوظه نوت، بيقول لك ذا ماجنتيك فورس، القوه المغناطيسيه اوف ذا الكترو ماجنت بتاعت المغناطيس الكهربي دي، كان بي انكريزد باي، ينفع ان انا ازودها عن طريق ايه؟ اقدر ازود قوه المغناطيس، يعني بدل ما هو بيجذب دلوقتي مشابك ورق، طب انا عايزه يجذب مثلا قطع حديد ضخم، ده ما يقدرش يجذبها. طب انا ليه اعمل الحاجات الخفيفه كده؟ طب انا عايزه يشيل حاجات اتقل، يجذب حاجات اتقل، اعمل ايه؟ في طريقتين. نمبر ايه؟ increasing the number of coil turns، ان انا ازود، increasing دي يعني زياده، the number يعني عدد of coil turns اللي هي لفات الملف، coil دي يعني ملف، يبقى ان انا ازود عدد لفات الملف، الملف في السلك اللي قدامنا اللي فوق ده، بدل ما اعمله طبقه واحده كده ويبقى صغير كده، لا اجيب بقى كميه سلك كبيره وازود الملف ده اخليه ملف كبير. طب الطريقه نمبر بي، increasing the number، ان انا ازود عدد of batteries، ازود عدد البطاريات، بدل ما هي بطاريه واحده وصغيره كده، لا اجيب بطاريات تانيه ضخمه بقى وكبيره عشان التيار يكون اقوى. Where the intensity of the electric current passing through the coil increases، ليه بقى ازود الباتريز، ازود عدد البطاريات ليه؟ عشان يزيد معايا شده، intensity دي يعني شد، electric current التيار الكهربي، passing ديت اللي هي المره، سرو خلال، زي كويل انكريز خلال سلك الملف، يبقى ان انا ازود عدد البطاريات عشان ازود شده التيار المر في الملف، يبقى ان انا ازود شده التيار، دي طريقه تانية ان انا ازود بيها قوه المغناطيس الكهربي. طيب ندخل بعد كده سنه 5، بيقول لك uses of the electromagnet، استخدامات المغناطيس الكهربي بقى بتستخدم في ايه؟ the electromagnet is used in number 1 factories، بيستخدم في المصانع، to move the heavy iron blocks، iron blocks دي يعني قطع الحديد، بيستخدم في المصانع في ايه؟ في lift، lift دي يعني رفع او تحريك، move يعني تحريك، قطع الحديد الضخمة، heavy دي يعني ضخمة، في مصانع الحديد، as it is used for making crane دي يعني الاوناش الكبيرة، زي اللي مستخدم في الاوناش الكبيرة، اللي هي الونش اللي قدامنا ده، ده ونش كبير اهو متركب فيه مغناطيس كهربي، ده عبارة عن بيرفع لي قطع الحديد الضخمة في مصانع الحديد، اللي هي الهيفي ايرون بلوكس، قطع الحديد الضخم. طب تاني استخدام للالكترومغنت للمغناطيس الكهربي، making many appliances اللي هي devices as، يستخدم في العديد من الأجهزة، يدخل في تركيب العديد من الأجهزة، appliances ديت اللي هي الأجهزة، يبقى making many appliances اللي هي العديد من الأجهزة، يدخل في تركيب العديد من الأجهزة، مثل the electric bell الجرس الكهربي، مثل the electric mixer الخلاط الكهربي، برضو في مغناطيس. Number C the disk drive اللي هو مشغل الأقراص، اللي بيشغل الأسطوانات عندك في الكمبيوتر، اللي هو DVD CD والDVD ده برضو في قلب مغناطيس كهربي. Number D the television في التلفزيون. عندي بعد كده how is the electromagnet used for moving up the heavy iron blocks، ازاي المغناطيس الكهربي ده بيحرك قطع الحديد الضخمه في مصانع الحديد او بيشيلها ازاي؟ بص كده، ده شكل مغناطيس كهربي عنده، ده ونش كبير وفيه مغناطيس كهربي، ايه اللي بيحصل؟ ان الونش ده بينزل الرافعه بتاعته ده لتحت، تلمس قطع الحديد الضخمه اللي تحت دي فتنجذب اليه فيشيلها ويرفعها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. يبقى ذا هيوج الكترومغنت المغناطيس الكهربي الضخم ده اهو، is hung in a big sized winch، بيتعلق او بيكون معلقين المغناطيس الكهربي ده اهو في ونش كبير بالشكل ده كده. The winch depresses the electromagnet، الونش ده بينزل او بيخفض المغناطيس الكهربي ده اهو، over iron to lift them، بينزل المغناطيس على قطع الحديد عشان تجذبه وبعدين يرفعه. Where بيقول لك when the electric current passes through، لما التيار الكهربي بيمر خلال the coil of the electromagnet خلال الملف بتاع المغناطيس الكهربي، it will attract the iron، في الحالة دي هو بيجذب أو هيجذب الحديد، iron blocks هيجذب قطع الحديد، يبقى قطع الحديد هتتشد معاه،
and move them، وهيحركهم to another place، إلى مكان آخر. يبقى في حالة إن في تيار إيه كهربي هو شغال دلوقتي، هو عمال يجذف قطع الحديد. طب افتراضا بقى حصل قطع في التيار الكهربي، by cutting the electric current، إذا انقطع التيار الكهربي the electromagnet loses، يعني هيفقد، يبقى المغناطيس الكهربي ده loses هيفقد its magnetic force and iron fall، هيفقد المغناطيسية بتاعته والحديد هيقع، فول دي هيسقط، هتسقط قطع الحديد منه. مجرد ما التيار الكهربي يقطع هتلاقي اللي قطع الحديد دي وقعت تاني منه. طيب يجي يسألك يقول لك علل لما يأتي، give reason، a wrought iron nail، مسمار الحديد المطاوع، is used for making، يستخدم في عمل the electromagnet. لماذا يستخدم مسمار الحديد المطاوع في عمل المغناطيس الكهربي؟ اشمعنى الحديد المطاوع اللي احنا بنستخدمه في عمل المغناطيس؟ هنقول له because the wrought iron nail، قضيب الحديد المطاوع ده هو gains and loses the magnetism easily، يكتسب gains دي يعني يكتسب and loses ويفقد the magnetism المغناطيسية easily بسهولة. يبقى لان الحديد المطوع ده هو بيكتسب المغناطيسية وبيفقدها بسهولة، بيتمغنط وبيفقد مغناطيسيته بسهولة. تمام.